لو جربتي كل علاجات الصلع الوراثي ومفيش حاجة منهم جايبة معاكي نتيجة، شعرك كل يوم من سيء إلى أسوأ والدنيا بايظه خالص، وبتروحي لدكاترة بيوصفولك علاجات والعلاجات دي برضو مازالت مش جايبة نتيجة، مفيش قدام حضرتك غير العلاج اللي هنتكلم عنه النهاردة، وهو يعتبر قمة هرم وأعلى علاج للصلع الوراثي ممكن تتخيليه، وفي الغالب الأعم هيجيب مع حضرتك نتيجة ممتازة جدا. الفيديو ده يا جماعة موجه تحديدا للسيدات، هو العلاج ده يصلح للرجال برضو، ولكن تحديدا الفيديو ده موجه للسيدات اللي بيعانوا من صلع وراثي شديد جدا وفي مراحل متأخرة، وفراغات الراس بين زيادة عن اللازم، ومفيش حاجة جايبة معاهم نتيجة حتى من مينوكسيديل ذات نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أصدقائي تكونوا بخير وشعركم بألف صحة وألف خير. فاتكلمنا عن الرجالة كتير، نتكلم بقى عن السيدات اللي بيعانوا من الصلع الوراثي. العلاج اللي هنتكلم عنه النهاردة يا جماعة وهو الفينسترايد، أو اللي ليه أسامي تجارية كتير جدا زي بروسكار، بروبيشيا، ليه أكتر من اسم موجود في السوق، فيناستورا برضو ده موجود عندنا في مصر منتج محلي. في النهاية احنا بنتكلم النهاردة عن المادة الفعالة وهي الفينسترايد. ايه هو اصلا الفينسترايد يا جماعة؟ هو عبارة عن حبوب بتأخذ عن طريق الفم، ماشي، بتركيز 1 ملغرام، وتعمل لها دراسات كتير جدا في سنين عدت وسنين فاتت، وشرحته شرح كافي ووافي في القناة في اكتر من فيديو واكتر من موضوع. الفينسترايد ده بيعمل ايه في الجسم بالظبط لما بناخد الحباية؟ هو بيعمل بلوك للانزيم الفايف الفا ريدكتيز، الانزيم اللي بيحول تستيرون لديهايدروتستيرون، وده حاجة اتكلمنا فيها قبل كده. الديهايدروتستيرون ده هو الهرمون المسبب للصلع الوراثي سواء عند الرجال وعند السيدات، و يا جماعة السيدات عندهم هرمون تستستيرون زيهم زينا ولكن بنسب طبعا أقل كتير. المشكلة بقى مش في التستستيرون نفسه سواء بنسبته العالية أو القليلة، المشكلة بقى في الإنزيم اللي اسمه 5-alpha-reductase. ده إنزيم مسؤول عن النمو بعد فترة ما من الزمن، يعني الواحد لما نمو جسمه بيتوقف عند مرحلة معينة خلاص الإنزيم ده بيبطل يشتغل، وساعتها بقى بيبتدي يوريك الوش السيء منه. هو هنا بيديك الوش الجيد في بداية عمرك وانت سنك صغير، لكن بعد كده بيبتدي يديك الوجه القبيح لانزيم الفايف الفا ريدكتيز، وهو تحويل التستستيرون لديهايدروتستيرون، وهو ده اللي بيخلي يحصل صلع وراثي. صلع الوراثي بيحصل ببساطة ان الهرمون الديهايدروتستيرون ده بيهاجم بصيلات الشعر، بيخش يهاجم بصيلات الشعر ان هو يوقعها. هو هرمون شرس جدا في عدائه لبصيلات الشعر، ما بيحبش يشوف شعرايه قدامه فوق هنا، فبيهاجم بصيلات الشعر، وبالتالي بيعمل حاجه اسمها هير مينيتريزيشن او تصغير البصيله. الفينسترايد يا جماعه هو في الاساس علاج للصلع الوراثي عند الرجال، ولكن اتعملت عليه دراسات لعلاج الصلع الوراثي عند النساء، وفعلا الدراسات دي جابت نتائج ممتازة جدا. جيبوا منين الفينسترايد ده يا جماعة؟ هتلاقوه موجود في الصيدليات تحت اسامي شركات كتير جدا زي اللي قلناها، زي بروبيشيا ده بيبقى 1 ملغرام، في بروسكار ده بيبقى 5 ملغرام، في عندنا برضو فينستورا ده برضو 5 ملغرام. لكن الجرعة اللي مسموح بيها لعلاج الصلع الوراثي هي 1 ملغرام. لكن قبل ما حضرتك تتحمسي وتنزلي حالا الصيدلية تجيبي حبوب الفينسترايد وتستخدميها، حب اقولك على محاذير للناس اللي ما يستخدموش، او السيدات تحديدا اللي ما يستخدموش الفينسترايد تماما. ما تستخدميش الفينسترايد لو انت من الناس دي. 1، حامل او مرضع. 2، لو في برضو بنت او سيدة ستشرع في الحمل. يعني ايه ستشرع في الحمل؟ انت مثلا دلوقتي فرحك مثلا هتتجوزي كمان مثلا 6 شهور او 7 شهور، وان شاء الله تجيبي بيبي، فقبل الشروع في الحمل يجب التوقف عن استخدام الفينسترايد. التوقف ده بيكون قبل الشروع في الحمل مثلا بشهرين. الفينسترايد يا جماعة بيستخدم بشكلين او بطريقتين. الطريقة الاولى وهي المتعارف عليها، وهي حبوب بتركيز 1 ملغرام عن طريق الفم. ده بالنسبة للرجالة، انا هقول لكم بالنسبة للرجالة وبعد كده هقول بالنسبة للسيدات. بالنسبة للرجالة بتركيز 1 ملغرام حباية عن طريق الفم. في الطريقة التانية بقى، ودي الطريقة اللي انا بتبعها بشكل شخصي، ودي بتقلل كتير من الاعراض الجانبية بتاعة الفينسترايد، وهو استخدام الفينسترايد بشكل موضعي. استعرضته قبل كده في فيديو سابق، ما شفتوش انت شكلك. المهم هسيبولك في صندوق الوصف تحت لو نحب نرجع له. برضو بنستخدم الفينسترايد بشكل موضعي، بنخلطه بسائل مذيب، وهقول لكم السائل المذيب ده هنعمله ازاي. برضو نرجع تاني لموضوع استخدام الفينسترايد بالنسبة للسيدات. انا بفضل تفضيل شخصي استخدام السيدات للفينسترايد بشكل موضعي وليس بشكل فموي. ليه؟ لان بمنتهى البساطة
الفينسترايد بشكل موضعي بيدي نفس نتائج او نتائج مقاربة جدا ان لم تكن كمان اعلى من الفينسترايد عن طريق الفم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، تفادي الاعراض الجانبية الناس بيزعموا ان هي بتحصل من الفينسترايد. تلاتة، ان احنا بنستخدمه على فروة الراس فبيساعد الشعر بشكل مباشر وامتصاصه بيكون داخل الجسم اقل كتير جدا من ما ياخده حبوب عن طريق الفم. حضرتك بقى تحمست دلوقتي انك تستخدمي الفينسترايد بشكل موضعي على فروة الراس. هنستخدمه ازاي؟ في اكتر من طريقة. الطريقة الاولى، وهي لو حضرتك بتستخدمي مادة المينوكسيديل لعلاج الشعر بصفة عامة سواء تساقط عادي او تساقط وراثي، يبقى هنخلط معاه حبوب الفينسترايد. تمام؟ هنخلطها بتركيز قد ايه؟ انا بفضل البدء بالتركيزات القليلة من الفينسترايد، اي وهو تركيز الربع ميلي جرام 0.25. تمام؟ ربع ميلي جرام ده تركيز كويس جدا وتركيز مجرب كمان، في دراسات كتير جدا اعتمدت هذا التركيز اللي هو ربع ميلي جرام في علاج الصلع الراسي، ولقوا ان التركيز ده تحديدا ربع ميلي جرام ده موضعيا على فروة راس بيجيب نتائج محترمة جدا. هنعمل ايه يا جماعة الخير؟ عندنا مثلا عبوة مينوكسيديل 60 ميلي، هنقيس هنا على 60 ميلي من سائل المينوكسيديل، نحط قرص ونص من حبوب البروسكار اللي هي تركيز 5 ميلي جرام. طيب حد بيقول لي مثلا انا عايز اعمل تركيز اعلى شوية، عايز اعمل نص ميلي جرام، وده برضو تركيز حلو وكويس جدا والافشنسي بتاعته عالية جدا، ممكن هنا هنزود في 60 ميلي مينوكسيديل دول هنحط معاهم او هنطحن حبوب الفينسترايد ال 5 ميلي جرام، هتطحن 3 حبيات او 3 اقراص على ال 60 ميلي، وبكده يبقى انت عملت سائل او عملت فينسترايد موضعي زائد مينوكسيديل بتركيز نص ميلي جرام او 0.5 ميلي جرام. طيب حد بيقول لي بقى انا مش عايز استخدم المينوكسيديل مع الفينسترايد، انا عايز استخدم الفينسترايد الموضعي فقط لا غير. حضرتك يا فندم هيواجهك مشكلة يمكن رخمة شوية، وهي ايه؟ ان انت هتضطري تحضري سائل مذيب. يعني ايه سائل مذيب؟ يعني سائل يبقى يعني نقدر ندوب فيه حبوب الفينسترايد دي. حد هيقول لي ممكن ادوبها في ميه؟ لا يا فندم ما ينفعش، حبوب الفينسترايد مش هينفع ندوبها في ميه، لازم سائل مذيب. السائل المذيب ده مكوناته ايه؟ واحد ماده اسمها بروبالين جلايكول، اتنين ماده او كحول يعني ايثايل الكحول او كحول ايثيلي يعني، نمره 3 ميه. او في حل بقى اسهل من الكلام ده كله، لو حضرتك ما تقدريش تحضري الموضوع ده منزليا، حد يقول انا مش هعرف اجيب البروبالين جلايكول منين هيتعبني، حضرتك روحي لأي صيدلية، أي صيدلية تكون بتعمل مركبات. تمام؟ في صيدليات بتعمل تركيبات يا جماعة، نروح لأي صيدلية من اللي بتعمل التركيبات دي، ونروح للصيدلية نقول له أنا عايز سائل مذيب هدوب فيه فينسترايد أو هدوب فيه حبوب، اعمل لي سائل مذيب من 50% بروبالين جلايكول 30% كحول ايثيلي و 20% ماء نقي، هيعمله لك وهيبقى رخيص جدا ما تقلقش، المواد دي كلها مواد رخيصه السعر جدا. بعد ما يعمل لك السائل ده هنطحن فيه حبوب الفينسترايد، لو هتعمله تركيز ربع ملي جرام هتحط حبايه ونص من حبوب البروسكار او الفينستورا لو انت بتستخدم فينستورا، لو هنعمله بتركيز نص ملي جرام يبقى هنحط 3 حبوب، هنطحن الثلاث حبوب وهنحطهم في السائل. ولو تحبوا نعمل سائل الفينسترايد ده او السائل المذيب، لو حد عايز يستخدم الفينسترايد لوحده موضعيا بدون حاجة تانية معاه، يبقى اكتبوا لي في التعليقات تحت عايزين السائل، او انا حد يكتب يعني يقول انا عايز السائل، نعمل السائل المذيب اللي نقدر ندوب فيه حبوب الفينسترايد فقط بدون اي مواد تانية. ما قلنا وهقول تاني، ما ينفعش حد يقول لي من فضلكم، عشان انا السؤال ده انا حاسس انه هيتسأل، محدش يقول لي انا هحط الفينسترايد في مية وهدوبه في المية واستخدمه. لا معلش مش هيديك نتيجه، وانا غير مسؤول عن اي حد هيعمل كده. طيب حد هيجي لي يقول لي ينفع ادوبه بقى في خلطه الزيوت؟ ده دي الكارثه الاكبر، ده دي اسوأ من الميه بقى كمان. من فضلك محدش يدوب حبوب فينسترايد او اي حبوب كيميائيه في زيوت، الزيوت بتتخلط مع الزيوت اللي زيها تمام، او مع مستخلصات عشبيه. طالما انت في سكه الاعشاب خليك في سكه الاعشاب، ما تجيبش ما تخلطش الكيمياء والاعشاب مع بعض. حضرتك طبعا قبل ما تستخدمي الفينسترايد الموضعي او تستخدمي اي علاج كيميائي بصفه عامه، لازم نستشير طبيب لمعرفه حاله حضرتك ايه. ما انت حضرتك ممكن يكون عندك تساقط شعر شديد وغزير جدا، ده ممكن يكون تساقط شعر كربي محتاج علاجات تانية خالص، ممكن يكون تساقط شعر بسبب نفسي، ممكن يكون تساقط شعر بسبب غده درقيه، مشاكل في الغده الدرقيه، فبالتالي هنا الفينسترايد مش هينفع حضرتك في حاجه. الفينسترايد هو علاج موجه للصلع الوراثي الهرموني وليس لأي شكل آخر من أشكال تساقط الشعر. حضرتك عندك صلع وراثي تمام؟
تستخدمي الفينسترايد، واتمنى انه يجيب مع حضرتك نتائج كويسه جدا، وانا واثق ان شاء الله انه هيجيب مع حضرتك نتائج كويسه جدا. لازم الاول تتاكدي ان اللي عندك ده صلع وراثي، نروح للدكتور اساليه يا دكتور اللي انا عندي ده صلع وراثي ولا تساقط شعر عادي ولا تساقط شعر كربي ولا مشكله في الغده الدرقيه. نحدد حالتنا علشان نقدر نحدد العلاج اللي يناسبنا احنا مش اللي يناسب حد تاني. بس كده يا جماعه، اتمنى يكون الكلام اللي قلناه افادكم وعجبكم، ولو عجبك الكلام دوس لايك من زرار اللايك اللي تحت هنا، اشترك معنا في القناه من زرار السبسكرايب الاحمر، خلونا يبقى رمادي، وفعل علامه الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد اول باول. اتشرفت جدا ان انت شفت الفيديو ده، واشوفك على خير في فيديو جديد من برنامج الاكسبيرمنت. سلام عليكم.